هذه مسألة الرجوع فيما إذا فعل الإنسان شيئا تبرعا، إذا فعل الإنسان شيئا عن غيره. من يؤدي عن غيره واجبا، طبعا الكلام في غير الزكاة، في غير ما يحتاج إلى نية من الفاعل، هذه القاعدة. قوله ومن يؤدي عن أخيه واجبا يقيد بما إذا لم يكن من شرطه نية الفاعل، نية المؤدى عنه. فمثلا لما أجي وأقول هذه 1000 ريال وأنويها زكاة عن فلان، ما يصلح. لماذا؟ لأن هذه الزكاة لا بد فيها من نية من الفاعل، من صاحب المال. لكن لما أؤدي عنه واجبا، كأن يكون مثلا جاري سافر وترك بهيمة في البيت، وسمعت ثغاءها أو سمعت صوتها ودخلت لأطعمها، تمام، أنا الآن متبرع بهذا الآن فعلت واجب، وهو ألا تهلك هذه البهيمة، فعلت واجب عن غيري، لأنه يجب عليه إما أن يطعمها أو يتركها، فلا يجوز له أن يحبسها دون قيام بها، أنا فعلت عن غيري واجب هذا الفعل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا وإياكم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي علمنا، ولكتاب شرعه ألهمنا، فهمنا التفيع والتأصيل، والحكم والعلة والدليل.